السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأكارم أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم في رحاب حلقة مسابقاتية رمضانية طلابية جديدة من نجوم المدارس. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الأكارم إلى هذه الحلقة الجديدة التي ستتخللها العديد من الفقرات، منها المواهب ومنها الألعاب الرياضية ومنها الفقرتين الأساسيتين وهي فقرتي الأسئلة المنهجية، وهي الأبرز بطبيعة الحال حيث تحدد هوية كل مدرسة وكل فائز من خلال جولتين سوف نذكر تفاصيلهما لاحقا في حلقة هذا اليوم. مشاهدين الأعزاء، وقبل أن أتحدث عن طرفيها ننوه إلى أن 4 مدارس هي المتسابقة على مدى 30 حلقة بشقيها والأساسي والثانوي وبفروعها المختلفة في القاهرة، وهي بطبيعة الحال جميعها مدارس يمنية. إذن عيسى ومشاهدينا الأكارم نبدأ هذه الحلقة لكن بعد هذا الفاصل. مجددا مرحبا بكم ومباشرة إلى الفريق الأول الذي سيدخل وسوف ينضم إليك حنان. مدارس العروبة. وهي ممثلة بقتبان يحيى العزب وبشار رشاد النهمي وكذلك ميسون محمد راجح صفدو وشيماء مطهر. في الطرف الآخر مدرسة سبأ الدولية اليمنية، تفضلوا. خالد الأشعري وخلف رواد وراشد حسن وحسين خالد. هذه المرة حنان سوف أستهل المسابقة بفريقي الذي ينضم إلي وهي مدرسة سبأ، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. سبأ مملكة يمنية معروفة، أين كان مستقرها؟ مارب، لكن هذا مش ضمن السؤال، تمام؟ أنت منتظر أقول الإجابة الصحيحة. لدينا إذن مشاهدينا من 1 إلى 10 5 أسئلة لكل فريق في الجولة الأولى وخمسة أسئلة أخرى لكل فريق في الجولة الثانية، لكنها تعتمد على الإجابة الأسرع. اختار الرقم. رقم 7. 7. الرقم 7 وهي من الأرقام الفردية وتتعلق بالإسلامية والعلاقة بين الألوهية والربوبية. هل هي تساوٍ، توازن، تلازم؟ ما هي العلاقة بين الألوهية والربوبية؟ أو وجه العلاقة، هل هي تساوٍ أم توازن أم تلازم؟ هذا السؤال في المنهج. تساوي يعني عندما نقول بأن فلان رب فلان ونقول فلان إله فلان، هل ثمة تساوي بينهما؟ الإله غير الرب، اذكرني عند ربك يقول في سورة يوسف أي السيد، لكن الإله هو الإله والعلاقة هي تلازم وليست تساويا كما ذكر صديقنا. هذه أول إجابة خاطئة، معلش. إذن ننتقل إليكم مدارس العروبة، اختاروا رقم. الرقم 10. رقم 10 وسؤالكم فيه يقول: في مادة اللغة العربية، وهو الهجوم على رواد المدرسة الكلاسيكية الحديثة يبرز عند جماعة الديوان المهجر أبو اللو. الديوان. الديوان، وإجابتك يا قتبان، أنت قتبان؟ جماعة الديوان هي جماعة، جماعة الديوان يا شباب معلش، من أسسها ومتى ظهرت؟ أحب أزيد لكم أسئلة.
في أوائل القرن العشرين، لكن من الذي تبناها؟ تقريبا العقاد، العباس محمود العقاد. نعم، وشعراء آخرون. إذا تحية للفريق، وأذهب إلى رقم آخر. ستة. الرقم ستة، والسؤال فيه في الكيمياء. النظير المشع المستخدم في علاج سرطان الدم ما هو؟ الفسفور، الكربون، اليود. فين المايك يا شباب؟ الفسفور. الفسفور إجابة صحيحة. اليود هذا يتعلق بالغدة الدرقية. إذا ننتقل إليكم مدرسة العروبة، اختاروا رقم. رقم 9. رقم 9. السؤال فيه يقول: في مادة اللغة العربية أيضا، انزواء اللغة العربية في زوايا المساجد كان في العصر المملوكي، العثماني، الحديث. العثماني. العثماني، وإجابة صحيحة يا مدارس العروبة. إليكم في مدرسة السبأ، ماذا تختارون؟ 4. الرقم الرابع آت، والسؤال فيه يقول: في الكيمياء مواد علمية، هذا الذي يختار الأرقام يختارها بعناية، يعمل مصهور الصوديوم في المفاعل النووي كمهدئ، مبرد، محفز. مصهور الصوديوم في المفاعل النووي يعمل مهدئا، مبردا، محفزا. محفزا. اتفقوا مع بعض، لا تستعجل، ركزوا إلى أن ينتهي العد. مهدئا، مبردا، محفزا. مهدئ. مصر على مهدئ؟ إجابة خاطئة. يعمل مبردا وليس مهدئا. إذا للأسف جاوبوا سؤال واحد، جاوبوا معلش معهم الجملة في بدايتها. أوكي، إذا مدارس العروبة اختاروا رقم. 3. رقم 3، وسؤالكم يقول: في الثقافة العامة، السؤال يقول: من هو رائد القصة القصيرة في الأدب العالمي؟ من هو رائد القصة القصيرة في الأدب العالمي؟ الإيطالي دانتي، الروسي تشيخوف، السوري محمد الماغوط. فكروا قبل الإجابة، لديكم 30 ثانية للتفكير. ممكن مرة ثانية؟ من هو رائد القصة القصيرة في الأدب العالمي؟ الإيطالي دانتي، الروسي تشيخوف، السوري محمد الماغوط. تشيخوف الروسي. الروسي تشيخوف، وإجابة صحيحة يا مدارس العروبة. معلش يا عروبة، هذا السؤال إجابته كانت رجما بالغيب أم عن معرفة؟ هكذا؟ إذن حظ. جميل، ماذا نختار يا شباب؟ 5. 5. أنا قلت يعني سوفسكي وشيخوف مرة واحدة، خاصة سمعوش بهم. إذن السؤال في رقم 5 يقول: دولة إسلامية عاصمتها طشقند، وأهم مدنها بخارى وسمرقند. بخارى معروفة نعم، هل هي أوزبكستان، أوكرانيا، أم هنغاريا؟ أوزبكستان إجابة صحيحة.
ننتقل إليكم يا مدارس العروبة، اختاروا رقم. تبقى لدينا 1 و2 و8. 8. السؤال فيه يقول: بالكيمياء، ويقول: خلية جلفانية تعتمد على وجود الهيدروجين والأكسجين هي المركم الرصاصي، خلية الوقود، الخلية الجافة. خلية الوقود. خلية الوقود. وإجابة هذا السؤال إجابة صحيحة. برافو عليكم يا عروبة. الرقم المختار 1. في مادة الإسلامية السؤال يقول: التمليك من شخص لآخر المضاف بعد الموت يسمى بالمذموم أم المحمود أم المعدوم؟ هل المذموم أم المحمود أم المعدوم؟ التمليك من شخص لآخر بعد الموت يسمى المذموم، المحمود، المعدوم. مذموم. إجابة صحيحة. إذن آخر سؤال تبقى لدينا. نقاط. آخر سؤال. وآخر ظرف في هذه الجولة. متأخري بنقطتين صح؟ يلا عوضها إن شاء الله بالجولة القادمة. بتجيبوا الخامسة؟ إن شاء الله. السؤال يقول: في مادة الكيمياء يا عروبة، أقطاب خلايا الوقود تستهلك، لا تستهلك، تزيد. أقطاب خلايا الوقود تستهلك، لا تستهلك، تزيد. تستهلك، لا تستهلك، تزيد. أقطاب خلايا الوقود. بسم الله. وإجابة للأسف خاطئة، لا تستهلك. الإجابة الصحيحة هي لا تستهلك. معليش. إذن يلا، إذن ربما القارب الآن أو الفارق الآن أصبح ضئيلا بين الفريقين في هذه الجولة. ننتقل إلى الجولة التي تليها، لكن بعد فاصل قصير مع المواهب. ابقوا معنا. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الى فقره المواهب من برنامج نجوم المدارس، ونرى ماذا لدينا لهذا اليوم من موهبه. يا اهلا وعرفنا باسمك. اهلا، معك عبد الرحمن محمد من مدرسه العروبه. باين عازف يا عبد الرحمن صح؟ ايه. ايش بتسوي لنا اليوم؟ اغنيه اسبانيه من ديسبيسيتو. اوكي تفضل نسمعها.
طيب ايش رايك نسمع منك برضو مقطوعه ثانيه؟ بيلا تشاو صح؟ عزفك جدا رائع وجدا هادي، مبين زيك كذا هادي. اللي حابب انه يتعلم يعزف على الجيتار بيقدر يتعلم بكم مده كذا تقدرها؟ انا ما اخذت مده كثيره يعني صراحه عشان لسه ما تعلمت يعني ليفل ماكس، بس يعني ممكن كحد اقصى سنتين ثلاثه بالكثير. ما شاء الله، يعني لازم دروس في معاهد ولا بس من اليوتيوب؟ انا ما تعلمت في معاهد، انا تعلمت لوحدي في اليوتيوب ومع نفسي يعني. ما شاء الله عندك همه. اي اذا شكرا لك يا عبد الرحمن، موهبه جدا جميله، شكرا لك. مشاهدينا الكرام ابقوا معنا لاستكمال ما تبقى من هذه الحلقه. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا، ونستقبل ما تبقى لدينا في هذه الحلقه، وننتقل الى الجوله الثانيه، جوله الاسئله التي تعتمد على السرعه وهي الاجابه خلال 5 ثوانٍ فقط. البداية معك. إذن نبدأ مع مدارس العروبة، اختاروا رقم من 1 إلى 10 ويكن بالحسبان، ستقوم بتفكير بالإجابة والإجابة خلال 5 ثواني فقط، يعني ركزوا بالسؤال. خذوا لي فكر بالرقم، خذ لك من السؤال رقم الثامن خليه ياخذ راحته رقم. أيوة يعني ها. والسؤال يقول يا قتبان، في مادة الأحياء وهو ما هو الهرمون الذي يعمل على زيادة نسبة الكالسيوم في الدم؟ ما هو الهرمون الذي يعمل على زيادة نسبة الكالسيوم في الدم؟ الكالستونين، الباراثرومون، الأنسولين؟ قوموا بالتأكيد على الإجابة، لكن بعد انتهاء الوقت خذوا راحتكم بالتفكير. الخيار الثاني للأسف. الخيار الثاني. الإجابة خاطئة، والإجابة الصحيحة هي الكالستونين. أيوة هي التي تعمل على زيادة نسبة الكالسيوم في الدم. هذه الإجابة الخاطئة ربما يعني تحفز من الأولى والأخيرة إن شاء الله الآخر لكي يتفادى الموقف. الأنسولين ما وظيفته وأين يكمن موقعه؟ الأنسولين يحفز ماذا؟ الأنسولين ترسب سكر الجلوكوز في الكبد. جميل، هذه فقط معلومة إضافية للمشاهد، تحية لك. 5 في مادة القرآن الكريم وفي حادثة الإفك، من المؤمنين الذين شاركوا في هذه الحادثة أو ما عرفت بهذه الحادثة؟ خالد بن الوليد، مصطح بن أثاثة، أم محمد بن العاص؟ من المؤمنين الذين شاركوا في حادثة الإفك أو ما يسمى بذلك، خالد بن الوليد، مصطح أو مسطح بن أثاثة أو محمد بن العاص؟ خالد بن الوليد. خالد بن الوليد شارك في غزوة أو في عدة غزوات ولم يكن متورطا في هذه الحادثة. الإجابة خاطئة، معلش معوضين. معوضين إن شاء الله. مدارس العروبة قموا باختيار رقم. مصطح. رقم 10. رقم 10 وسؤالكم فيه يقول
والسؤال فيه يقول: في الثقافة العامة، ما أول معركة بين المسلمين والمغول؟ المعركة التي أوقفت زحف التتار على العالم الإسلامي، هل هي القادسية أم عين جالوت أم حطين؟ لا تتسرعوا. و عين جالوت. عين جالوت إجابة صحيحة، برد الله على قلبك. عين جالوت. طبعا القادسية من قادها؟ طبعا هذا مش مندرج في السؤال، فقط معلومة عامة للجمهور. من؟ خالد بن الوليد. تأكد؟ لا لا، هو سعد بن أبي وقاص. هذا الرجل أحد المبشرين في الجنة، وعندما أسلم قالت له أمه بعد أن أضربت عن الطعام لكي يعود عن رشده كما قالت: والله يا أماه لو كانت لك 100 نفس فسقطت نفسا نفسا على أن أترك هذا الأمر. ما تركته. تحية لعسان المعلمة الحلوة هذه. اختر كمان. وأيضا اعتزل الفتنة بين معاوية وعلي بن أبي طالب واعتبرها فتنة. واصل. شباب ماذا تختارون؟ 2. شكرا لك حنان، أعدتيني إلى أيام. كم يا شباب؟ 2. 2. أوكي. 2. يقول البارودي: أسلة سيف أم عقيقة بارق أضاءت لنا وهنا سماوة بارق؟ العلاقة التي تجمع بين أسلة سيف في السؤال وعقيقة بارق، هل هي اللمعان، القوة، الحرب؟ سؤال سهل جدا. اللمعان. اللمعان. اللمعان إجابة صحيحة. لنا الجفنات الغر يلمعن في الدجا وقالت الخنساء يسطعن في الدجا. إليك حنان. إليكم عروبة. 7. الأستاذة مركزة على طيب السؤال فيه يقول: ما ضش بتعد. ولا رضي يخرج، ما رضيش يبتعد ولا رضي يخرج. طيب خلاص حظهم نقطة يا حنان. يا ريت أقدم. السؤال يقول: في مادة القرآن الكريم، المد اللازم الحرفي المتصل يمد حركتين، 4 حركات أم 6 حركات؟ المد اللازم الحرفي المتصل يمد حركتين، 4 حركات أم 6 حركات؟ كنترول عد. الإجابة 6. 6 حركات وإجابة صحيحة يا مدارس العروبة. يا سلام. معلش يا حنان بعد إذنك، مثال يا شباب، مثال على المد الحرفي الكلمي أو الحرفي المخفف، وينقسم إلى حرف مخفف ومثقل. لا تعذبهم، عذب الفريقك. هو مد حرفي، مد حرفي في القرآن الكريم. ما معنى المد الحرفي؟ زي عين سين قاف حدد ذلك. قاف ونون، هذا مد حرفي كلمي مخفف، والمد الحرفي الكلمي المثقل في قولنا ولا الضالين. يا حنان أنتقل إلى فريقي. 6. 6. سؤالنا يقول: في العربي، في اللغة العربية، جمع كلمة ضائقة، فرج الله لكم كل ضائقة، مضيقات، مضائق، دوائق. ضوائق. ولو قلنا مضيقات جمع مضيق. إجابة صحيحة. وننتقل إليكم يا مدارس العروبة. اختار رقم 4. وسؤالكم فيه يقول يا مدارس العروبة: في مادة اللغة العربية، العلم الذي يهتم بدراسة النص الأدبي كله، العلم الذي يهتم بدراسة النص الأدبي كله، البلاغة، النحو، النقد. 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 العلم الذي يهتم بدراسة النص الأدبي كله هو النقد، وإجابة صحيحة يا مدارس العروبة. يا
يلا استاذ معلش رقم اخر عشان الوقت. 9 3 1 9. في العربي شكلكم تكرهوا اللغة العربية صح؟ عشان كذا شو تحولوا علمي. الهجوم على رواد المدرسة الكلاسيكية الحديثة يبرز عند جماعة. السؤال ربما طرح من قبل وأتمنى أن تستذكروه جيدا. جماعة الديوان المهجر أبولو. الديوان إجابة صحيحة. تحدثنا عن مؤسسها ومتى ظهرت في حلقات سابقة. إذن إلى الآن نقطتان لمدرسة سبأ و3 لمدارس العروبة، تبقى 1 و3، ماذا تختارون؟ الرقم 3. رقم 3 والسؤال فيه يقول، وأنا سأخذ 1 عشان نختصر الوقت. ما اللي عندك؟ سؤالكم في الثقافة العامة ويقول، من هو الشاعر الذي كتب أو كتب كلمات أنشودت هنا ردفان الذي لحنها وغناها الموسيقار محمد مرشد ناجي؟ هل هو محمد عبد الغانم، عبد الله هادي سبيت، القمندان؟ من هو الشاعر الذي كتب كلمات أنشودت هنا ردفان الذي لحنها وغناها الموسيقار محمد مرشد ناجي؟ هل هو محمد غانم، عبد الله هادي سبيت، أم القمندان؟ انتهى الوقت، نود الإجابة. الخيار الثاني. عبد الله هادي سبيت، إجابة صحيحة وموفقة يا مدارس العروبة. السؤال الأخير في ثقافة العامة، عاصمة بريطانيا إيش؟ لندن. لا مش السؤال هذا. عاصمة إيطاليا؟ روما. وعاصمة إسبانيا؟ مدريد. جميل. السؤال يقول، ما هي أكبر مدينة بين هذه الدول الثلاث أو في أوروبا؟ هل هي لندن أم روما أم مدريد؟ لا ينكبوكم. مدريد. لا، أريد كلمة، أريد إجابة. أنا سمعت الآن 3 إجابات، آخر كلمة لندن. أعتمد لندن. إجابة صحيحة، جبت الخيارات كلها. إذن عيسى ومشاهدينا الكرام، كما هو موضح في هذه الجولة، 4 نقاط لصالح مدرسة سبأ، وكذلك 4 نقاط لصالح مدارس العروبة، لكن سنرى ما هي النتيجة النهائية بعد هذه المحطة الرياضية، ابقوا معنا. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الاكارم الى الفقرة الرياضية من برنامج نجوم المدارس، والى لعبة جديدة لهذا اليوم. كانت في الحلقة السابقة التصويب بالقدم خلال هذه الفتحات الموجودة، لكن في هذه الحلقة سيقوم اللاعبون المتواجدون لدينا بتصويب هذه الكرة باليد ورميها لإدخالها في الدائرتين المتواجدة. الدائرة الصغيرة لديها 5 نقاط والدائرة الكبيرة لديها نقطة واحدة. ونتعرف على اللاعبين لهذا اليوم، أحمد السقاف وخالد منيف. من؟ راشد حسن. أهلا وسهلا. إذا نبدأ بأحمد السقاف، ولديك يا أحمد 3 محاولات. المحاولة الأولى إلى خارج المرمى، هاتها يا بطل. هذه المحاولة الأولى، كذا قسمتوها نقاط بينكم. يلا أوكي، إيش اسمك؟ العفو، خالد. والمحاولة الأولى لخالد، وللأسف لم تزبط معنا. والمحاولة الأولى لراشد، واو يا راشد، لكن دخلت في الدائرة الكبيرة وليست في الدائرة الصغيرة، ولديك نقطة واحدة يا راشد. ويلا يا أحمد، كانت قريبة، معليش، تبقى لديك محاولة واحدة يا أحمد. يلا يا خالد،
وهذه المحاولة الثانية وإلى خارج المرمى. راشد المحاولة الثانية يا راشد كانت قريبة، لا بأس كانت قريبة. والمحاولة الأخيرة يا أحمد. يلا كبيرة ولا صغيرة؟ ليش مركزين على الصغيرة؟ يلا كانت قريبة، إذن لا شيء يا أحمد وخالد. تبقى لديك محاولة أخيرة. اللي جابها راشد ولا خالد؟ راشد. يلا يا خالد. كانت قريبة وللأسف. ولنرى راشد بيجيبها الثانية ولا إلى خارج المرمى. إذن أعزائي المشاهدين وأيضا جمهورنا الكريم، لأحمد 0 ولخالد 0 ونقطة واحدة لراشد. ألف مبروك يا راشد، لديك جائزة مقدمة من هالا جولد، استلمها من الكنترول. شكرا لكم ولمشاركتكم جمهورنا وأيضا مشاهدينا، ابقوا معنا لاستكمال هذه الحلقة. مشاهدينا الأعزاء مرحبا بكم مجددا إلى محطتنا الختامية. كنا في آخر سؤال ثقافي حنان وفي جولة سابقة تحدثنا عن الدراما العربية، لكن دعينا نتحدث الآن عن البلدان وعن جغرافيتها وتاريخها ومواقعها وعدد سكانها والعوامل الديمغرافية والجغرافية فيها. أبدأ من هنا قبل أن تتحرك محركات البحث جوجل، معلش، ما هي عاصمة جزر القمر؟ جزر القمر روني. لا نسي إجابة. موروني. تنقسم إلى عدة جزر. أنت قد جاوبت إجابة سابقة من قبل بس بجائزة. لا غير السؤال. معلش نغير السؤال، لأنه صديقنا قد فاز بجائزة من قبل، شكله قد قتل الجوائز كلها. تمام، حظه ملاوي يا عيسى، حظه. طيب أوكي نبقى اسمه. في أي قارة تقع جزر القمر؟ السؤال الذي يليه فيما يتعلق بهذه الجزيرة هو السؤال الصح، هذه معلومة. القارة الأفريقية والذي اكتشفها أفريقوس. طيب أنا سأعطيك الجائزة. الاسم الكريم سام الكوين. لسه هذا مش السؤال، أنا لم أعتمد هذا السؤال. ما هي عملة جزر القمر؟ توقع الريال. برشلونة. ها الدرهم الإماراتي. أفريقيا. هي أفريقيا صح، بس العملة إيش هي؟ العملة طيب إذا جاوبته دحين هو يأخذ من على طول أنا قفي وجوجل، لكن الجائزة يستحقها إذن أفريقيا. طيب سؤال، ما اسم رئيس جزر القمر؟ صعبة عليك. لحظة. خلاص حقه. أعتقد في البداية كان سؤالك جغرافي تحول إلى سياسي. لا كل ما يتعلق الرئيس سامبي. خلنا على الجغرافي. أضف لك كمان، نسبة كبيرة من سكان هذه الجزيرة هم يمنيون، وجزيرة جزر القمر يطلق عليها في وسائل الإعلام المختلفة بشكل خاطئ ويقال جزر القمر، وهي ليست القمر وإنما القمر. وهذه جائزة وهدية مقدمة من هالا جول. شفتي احنا على الغاب الجمهور. انت تعطيه سؤال ويعطيك اجابه، وتعطيه سؤال ويعطيك اجابه، ما بتجيب لنا الاجابه. انا حريص عشان المعلومه وحريص عشان الساعه. اذا مشاهدينا الكرام، النتيجه النهائيه لهذه الحلقه كما كانت في الجوله الاولى، 3 نقاط لصالح مدرسة سبا و4 نقاط لصالح مدرسة العروبة، وفي الجولة الثانية 4 نقاط لصالح مدرسة سبا و4 نقاط لصالح مدرسة
عروبة. النتيجة النهائية هي فوز مدرسة العروبة على مدرسة سبا بفارق نقطتين واحدة. إذن شكرا حنان، كانت نتيجة موفقة لمدرسة العروبة، وهارد لك لمدرسة الدولية. ولكن سبق. أنا ما أسعفا سبأ الدولية، ما أريد أن أقوله بأن هنالك كما كبيرا جدا، وكان هنالك قوم على قدم وساق من بنيت على أكتافهم هذه المسابقة التي تعبوا وتعبنا ومن خلالها كثيرا على مدى تسجيلها 30 حلقة، بدءا بفريق الإعداد الزميل العزيز عبد الله الوادعي، هشام عبد الباري، أيضا سامي المذحجي وشريان ناجي والأستاذ بسام الشبيبي، وأيضا المدير العام عبد الله المذابي كطاقم إداري حنان. لكن أنا أوجه رسالة شكر لكل المدرسين والأستاذ عبد الرحمن جعشان وحامد من التصوير حامد العوامي، لكل المدرسين الذين وقفوا معنا، إن أخطأنا فمن أنفسنا وإن أصبنا فمن الله، واعذرونا على أي تقصير. نحن باقون معكم مشاهدين الأعزاء في حلقات قادمة من هذه السلسلة المسابقاتية التي يخوض غمارها أبناءنا الطلاب. كثير هدرة يا حنان، صح؟ لا أبد، خذ راحتك. كل التحية لك يا عيسى، وكل التحية لكم طاقم البرنامج، وشكرا لكم مشاهدينا الأكارم على حسن المتابعة. نلقاكم بإذن الله في حلقة جديدة يوم غد.